هذا مسلسل يقول هذا هذا مخيمنا بكل ما فيه. لرجاله ونسائه وأطفاله. مخيمنا بتاريخه الواحد، شوارعه المزدحمة وحالته الضيقة العبقة بروائح الطبخ الفلسطيني. في كل شارع من شوارع المخيم تجد لونا من ألوان الحياة. في كل حارة من حاراته الرطبة تجد قرية من فلسطين المحية به العالم. سوف نعود، لن ننسى، عائدون. كلمات تميز جدرانه المخرجة، ليس بذلك فقط، لكني أفضل رؤية هذا كل صباح. ما يميزنا كفلسطينيي مخيم اليرموك، ربما كفلسطينيين لاجئين في كل مكان، أن لكل منا حلمان رئيسيان، حلم بالعودة إلى الوطن وحلم باستقراره. الحلم الأول لا أعلم إن كان حلما أم طموحا أم أملا، فماهيته تتفاوت بين سكان المخيم. فمنا من يوقن بالعودة كما يوقن بالإله الواحد، ومنا من يعلم أن في هذا العالم لن نستعيد حقنا ليوم القيامة. وبكل إيمان يردد ما قاله يوما النبي محمد أن شعب فلسطين شعب معذب ليوم القيامة. هلا بجبر المخيم احنا مو مقيمين هون، كان مؤقت مؤقت معي قوي بالي ذكرى قام مؤقت لما قلنا انت ما يكون فينا فلسطين شاطر وعندنا مطالب باخر حق العوده هذا كان نعم فلسطين قبل جولان فلسطين كيف اكيد طبعا راجعين على ارض الخليل أرض العنب والزيتون راجعين إن شاء الله. يعني إحنا صحيح إحنا من مواليد سوريا وما شفنا فلسطين، بس إحنا بعرف إنه مكاننا بالمخيم معناته إحنا عم ننتظر العودة، يعني ننتظر تعديل لهم. هلا نحن يعني نحكي شوي بواقعية، نحن نرجع لفلسطين صراحة يعني أعتبره كتير أمل خيالي، بس أنا أكيد هذا أصلاً حلمي طموحي كمان إني بس أكبر إني أروح على فلسطين اللي هو وطني أكيد، بس المخيم هو إجبار بعتبره وطني إني أنا ربيت فيه بمشي فيه بحس حالي إنه عن جد أهلي وناسي كلياتهم حوالي. بس صراحة إنه أرجع فلسطين صراحة أنا بتمنى بس كتير صعب. شو يعني لك مخيم اليرموك؟ هو دولتنا الصغيرة اللي عشنا فيها 64 سنة، أكيد نحافظ عليها نحطها بقلوبنا 100%. إذا بترجع فلسطين بترجع؟ أكيد أنا مكتوب على هويتي إقامة مؤقتة، أكيد حرجع. المخيم هو أنا ما بيعنيني غير إنه مثلا أنا عايش مع أهلي فيه، بحس الناس اللي بتكون قريبة مني اللي بتفهم علي اللي طباعة من طباعي واللي صفاتها من صفاتي، لكن أنا ما كثير فرحان في عشت المخيم. عشت المخيم هو ضمن خطة حتى نحن نضلنا نخدر نفسنا فيه، نتخذ موطن إقامة إلنا، لا
نحن حلمنا أبعد من هيك، حلمنا نعيش بفلسطين، حلمنا نوصل لفلسطين، لكن هذا المخيم لازم يكون فيه أم وحدة أكثر عشان نوصل لهدفنا بسرعة أكثر. هذا الواحد يعني المخيم نحن بما أنه ربينا خلقنا فيه وربينا فيه وعشنا مع أولاده، فهو رأينا يعني ما أنا يعني بعد تجربة يعني سافرت وطلعت، بس إنه بعد المخيم ما عندي يعني من جد حسيت إنه ما في شيء بعد المخيم. يمكن مثل ما حكيت كمان على فلسطين إنه لازم نحن نرجع فلسطين. أكيد رح نرجع. إن شاء الله رح نرجع فلسطين، كلياتنا بنرجع يعني كلياتنا متمنين. بس إن شاء الله يعني نحن عم نشتغل لأنه نرجع فلسطين، بس إذا ما رجعنا على فلسطين مو رح نحكي على المخيم نحن، يعني أنت شايف العالم كلها علينا، فنحن يعني إذا ما رجعنا على فلسطين أو لعبت علينا العالم مثل ما عم تلعب علينا العالم، نحن رح نضلنا حابين المخيم ما رح نطلع من المخيم. لا أعلم لماذا عندما أصل لمشارف مخيمنا، عندما أصل مركز حلوى زيدان أشعر بالأمان فورا، مهما تأخر الوقت، مهما كان المكان الذي كنت فيه ساحرا وهادئا. فبضجيج مخيمنا وازدحامه وألوان أبنيته ومحلاته المختلفة اللامتناسقة، أرى نفسي، أرى قطعة مصغرة عن الغالية التي أعطتني أكثر من هوية مصلوبة، أعطتني إرادة، أعطتني قصوة الأمان. تراودني أحياناً فكرة الانتقال من هذا الجو الشعبي إلى جو هادئ جديد، لكن عندما أسمع من شرفتي أصوات طلاب المدارس وكالة الغوث عند الصباح، ضحكاتهم وشجراتهم وهم يلعبون مساءً، عندما أرى نساء بعربات الخضار يدخلون بها سوق الخضرة يتكلمون في كل شيء، أعلم أن ليس كل ما يلمع ذهبا. عام 1954 بدأت عملية نقل الفلسطينيين من المساجد والمدارس والمشافي في دمشق إلى تجمع سكاني جديد أطلق عليه مخيم اليمين، وقامت مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين باستئجار قطعة أرض كبيرة تتبع من حيث التقسيم العقاري إلى مدينة دمشق شاغور بساتين، وقدمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين مساعدة مالية لكل غرفة يتم بناؤها هناك. تقدر الأونروا عدد السكان في مخيم اليرموك بحوالي 100,000 نسمة أو أكثر بقليل من ربع عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وقد صدرت هذه التقديرات عام 1999، وإن أضفنا إليها صافي الزيادة السكانية أي الزيادة الطبيعية ناقص الوفيات، يصل عدد السكان في مخيم اليرموك إلى أكثر من 300,000 لاجئ هناك. عندما قررت كتابة شهادتي الشخصية عن مخيم اليرموك، خطر في بالي أن أكتب عن تاريخه، عن مشافيه ومدارسه ومستوصفاته وأبرز أحيائه. خطر في بالي أن أذهب بكاميرتي جولة في مخيمنا علي أنظر إليه بعين غريبة ترفض مشاكله اللامتناهية، غباء في شبابه أحيانا، كل ما يدفعني أن أطفق به مللا في بعض الأيام، لكني لم أستطع. فإن شئتم زيارة مخيم اليرموك فقط تعرفوا إلى أحد السكان، ستجدون في كل ملمح من ملامحه شارعاً وشوارع المخيم، ستجدون في رائحة ثيابه مهما غيرها وعطرها رائحة الزعتر الفلسطيني،
ستجدون في كلماته إن أفصحها محمود درويش وأبو سلمى وإبراهيم طوفان. وإن تكلم عامية ستعلمون كيف شاركنا ذلك السورية كل شيء حتى الكلمات. إن أردت أن تعلم ما هو المخيم، انظر إلى عيني فلسطيني المفكر وستكتشف جيداً أن فرضه علي القدر ليس أكثر من كلمة لاجئ.